على مدار 70 دقيقة من العرض الشرفي الأول للفيلم الوثائقي التاريخي إبراهيم أباكدة شمس أزجر، تتنوع المشاهد وتسلسل الأحداث في حبكة تروي لنا فصلاً بطولياً من فصول المقاومة الشعبية والثورة التحريرية في منطقة جنوبنا الشرقي، وتضحيات أهل المنطقة ووقوفهم ضد المخططات الاستعمارية في فصل صحراء الجزائر عن الشمال. أن الروح الوطنية التي كانت تسري في عروق القائد إبراهيم وكل أبناء وبنات التاصلي والهجار وكل أبناء الشعب الجزائري هي ذاتها التي تسري اليوم في عروق أحفادهم، وهي ذاتها التي تشكل اليوم وغدا وأبدا مقومات الفشل لكل المحاولات التي تدبر من حين لآخر. إن مقاومة إبراهيم أباكدة ورفاقه جمعت ما بين المقاومتين الثورة التحريرية، والذي وافق واحد موحد لا للانفصال الجنوب عن الشمال. شخصية متميزة في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، حيث جمع بين قيادة المقاومة الشعبية والجهاد في صفوف الثورة التحريرية إلى جانب الشيخ أمود بن المختار وأشاوس التاصلي وكالأهجار. مشاهد الفيلم الوثائقي جسدت بتقنيات فنية وإخراج متناسق، عاد بأحفاده الحاضرين في العرض إلى بطولة جدهم القائد. سكان توارك، سكان منطقة الجروها قار يبغوا بلادهم ووطنيين إلى أبعد الحدود ومستعدين يدافعوا على هذه البلاد ضد أي كان، وتحية الجزائر والمجلول الخلود الشهدائي للأبرار. في هذا العمل التاريخي استغرق مدة سنة في البحث الميداني في التصوير والتركيب، أما كتابة السيناريو فكانت تمت قبل ذلك. هي تاصلي نزجر، حيث كتبت واحدة من أجمل صفحات تاريخ الجزائر، أبطالها حملوا السيف بيد والبندقية بيد أخرى وقادوا قوافل التضحية. هم التوارق الذين يعرفون الأرض جيدا وعقدوا العزم على وحدة.